تشوف الكويت بخطوات إيجابية جدا قياسا بخطوات مجلس التعاون الخليجي أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، السعودية كمثال. نعم. رغم هذه المخاوف الخطوات ما زالت ممتازة. سؤالي كان العوائق اللي تمنع دول مجلس التعاون من أن تسير على نفس المسيرة اللي يسير بها دولة الكويت. نعم، أنا أعتقد يعني الكويت لديها سياسة، إذا أردنا أن نقارن، الكويت لها سياسة نوعا ما أكثر اتزانا. ووجدنا حتى إذا يعني حضرتك تشهد في الملف السوري، في الملف يعني الإقليمي بشكل عام، دائما الكويت تتجنب أن تنحاز إلى طرف من الأطراف بشكل كامل، تتجنب التصريحات النارية، تتجنب استعداء أحد، وتحاول أن تلعب يعني الدور المتزن. وحتى يعني في عام 2015 عندما طلب تأجيل ملف التعويضات بسبب الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق وتعيشها المنطقة وظروف البترول، الكويت رحبت بهذه، يعني لأنها لا تريد يعني إلا أن يكون العراق قويا، لا تريد أن يكون العراق ضعيفا، لأن إضعاف الدولة يسيء إلى 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 العراق كعراق وإلى الكويت أيضا. الدول الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد ما لعل يعني ظروفها الخاصة بها تجعل أن صنع القرار أحيانا قد لا يمر بالمراحل التي يمر بها صنع القرار في الكويت. موضوع ما حدث على سبيل المثال من بعد طائفي من ميليشيات من غيرها قد تكون أخافت الشارع الخليجي بشكل عام عدا الكويت إلى يعني عندما نقارن، يعني فنجد أن هناك تخوفات أكبر تدعو إلى أنه يعني تأخذ هذه الدول موقف أكثر حذرا من العراق في ظل هذه الظروف.